تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. أخواتي إخوتي، نبأ في الصحافة وسائل الإعلام إنه في بردية يعني مخطوطة باللغة القبطية اكتشفتها أو أعلنت عنها باحثة اسمها كارين كينج. يقول فيها المسيح عن إحدى النساء إنه زوجتي، بقول زوجتي. طبعا نحن في لقاءاتنا في بيت لحم هنا ندرس إنجيل لوقا، مظبوط؟ فحتى ما نخرج عن إنجيل لوقا راح أقول شو موجود في إنجيل لوقا عن اختلاط سيدنا يسوع المسيح بالسيدات، وبعدين نرد على هذا الموضوع. إنجيل لوقا فصل 7 آية 1 وتابع، أو عفوا فصل 8 آية 1 وتابع، بيقولنا السيد، بيقولنا القديس لوقا. إذا نحن أكرر في إنجيل لوقا الفصل 8 الآية الأولى. طبعا بعدين إن شاء الله الأسبوع القادم بدون تأخير مني اللي بعتذر عنه، سنعود إلى محل ما كنا في الفصل الأول. ها هنا الفصل الثامن بيقول ما يلي: حب أختها تقرأ لنا؟ نعم. طيب، الفصل الثامن: وسار يسوع بعد ذلك في كل مدينة وقرية ينادي ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر ونسوة أبرئنا من أرواح خبيثة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية، وكان قد خرج منها سبعة شياطين، أو كان قد أخرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة كوزة، خازن هيرودس، وسوسنة، وغيرهن كثيرات كنا يساعدنهم بأموالهن. إذن هاي القديس لوقا بإلهام من الله وحي منه تعالى، بناء على الشهادات التي كانت عنده من شهود عيان الكلمة الذين صاروا خادمين لها، يقول لنا أن نسوة كنا يرافقن يسوع ويخدمنه، وأيضا يمولن يسوع ورسله. لا، ما بيقولش على ولا عن واحدة منهم إنها زوجة ليسوع أبدا. في عرس قانا الجليل يسوع ليس العريس، ولكن يشبه نفسه في إنجيل يوحنا يسوع يشبه نفسه بالعريس، على أساس إنه يوحنا المعمدان هو صديق العريس، يعني هو الذي يعد كل شيء للعرس، ويسوع هو العريس، كما نقرأ أيضا وين في الرسالة إلى أهل أفسس فصل 5 آية 21 وتابع، بنقول كمان الختن عندنا في الطقس البيزنطي صلاة الختن، الختن يعني العريس، بيقول إنه المسيح هو عريس الكنيسة. طبعا لما نقول انه العريس المسيح هو عريس الكنيسة مع القديس بولس الى افسس، معناه يسوع لم يكن له عروسة، لم تكن له زوجة. اذا من الانجيل الطاهر نفهم انه السيد المسيح، خصوصا كمان في انجيل متى فصل 19 آية 12 بيتكلم عن الذين يضحون أو الذين لا يتزوجون من أجل ملكوت الله. طبعا
يسوع إذن هو المثال. نقدر نقول إنه يسوع هو البتول، ابن البتول التي حافظت على البتولية مع شرف الأمومة هنا في بيت لحم عشية عيد الميلاد أو في قداس نصف قبل قداس نصف الليل. نرتل في الطقس اللاتيني هذه الترتيلة المؤثرة أو الأنتيفونة المؤثرة: جينويت بويربرا ريجم كوي نومن إترنوم، ولدت الوالدة المليك، أزلي الاسم أبدي الوجود، ناعمة بأفراح الأمومة، محتفظة بشرف البتولية، لا ما كانت لها من شبيهة ولن تكون. هذا من رتله كل عيد ميلاد، وطبعا كل عيد ميلاد له معنى خصوصي في بيت لحم. إذن هاي بين إيدي إحدى تفسيرات الإنجيل المقدس، إنجيل لوقا فصل 8 آية 1. نفهم أنه حتى النساء اللواتي لم يكن صالحات، بدون مؤاخذة، أنه يسوع أخرج منهن الشر، وبمعرفتهن ليسوع وعلاقتهن المعنوية الروحانية مع يسوع تغيرت كل حياتهن. ماذا نستنتج؟ في كل العهد الجديد لا يوجد ولا أي كلام عن أي زوجة ليسوع. بدنا مش بس نرد على هذا القول، خلينا نحلل شوي النص مع بعض أو نتأمل النص مع بعض. بيقول إنه كان يسوع يبشر بملكوت الله. لاحظوا لما نقرأ إنجيل متى ملكوت السماوات، ليش إنجيل لوقا بقولنا ملكوت الله؟ لأنه القديس متى يكتب خصوصا لليهود أو للمسيحيين الذين صاروا يهودا. اليهود يتجنبون كيف؟ اليهود عفوا مع الأسف في عنا كمان مسيحيين صاروا يهود وما معهمش خبر. إذن شكرا. إذن لليهود اللي صاروا مسيحيين، اليهود يتجنبون ذكر اسم الله. يعني ملكوت السماوات يعني ملكوت الله، حتى ما يذكروش كلمة الله. مثلا بتسأل واحد كيف صحتك، شو بقول لك؟ باروخ هاشيم، ممجد أو يتبارك الاسم، حتى ما يقولش الله، إيش بقول؟ الاسم. إذن ملكوت الله، ملكوت السموات نفس المعنى. نسوة أخرج منهن أرواح خبيثة، أول واحدة مذكورة وهنا زي ما بقولوا بيت القصيد، هذا اللي بهمنا هون، مريم المعروفة بالمجدالية. إذن هي النص الإنجيل ما بقول إنه مريم المجدالية امرأة يسوع، عمره ما ورد لا هنا ولا في إنجيل يوحنا فصل 19 آية 25 كانت واقفات عند صليب يسوع مين؟ أمه وأخت أمه مريم امرأة كليوبا ومريم المجدلية، ما قالش زوجته. على فكرة لو المجدلية زوجة المسيح كان بقولها روحي اقعدي عند، خلينا نحكي عربي، ولا روحي اقعدي عند يوحنا الحبيب، ولا اقعدي عند كنتك، ولا لا؟ إذن كل هاي إثباتات وجود أو إن وكل السيد له المجد والدته منها السلام ليوحنا الحبيب، هذا معنى إشيين، إنه لم يكن عنده لا إخوة ولا أخوات، وطبعا ثانيا إنه لم تكن المجدلية زوجة يسوع، لأنه اللي بيقوم بالوالدين مين؟ إما أولادهم أو نسائبهم. نسائبهم يعني مين؟ إما كنتهم أو صهرهم، صهرهم أو نسيبهم يعني جوز بنتهم. وبتعرفوا أنه على الأقل عندنا في الحكمة الشعبية بقول لك أنه الصهر مرات أعز من الإبن. تعرف يا مار مكولة خلي لي مكولة، فالخور يتخبى وراء ايقونه مار نيكول. هاي نكته بيحكوها على البجاجله خصوصا يعني
وسألها مين مقولة ابنك ولا نسيبك؟ شو جاوبته؟ صهيري، صهري يعني. صهيري يا قدوس الله أو يا قديس الله. هلا خلينا نيجي على إذا مريم المعروفة بالمجدلية. ما معنى المجدلية؟ مجدلية إما من مكان اسمه مجدلة أو مجدل المعروف باسم المجادل اليوم قرب الناصرة، ولكن في ناس تانين بقول لك لا مش هذا أصل الكلمة. مجدلة أو مجدلية أو مجدليت من فعل جدل، جدل يعني مصففة الشعر. إذا مريم المجدلية إما معناها مريم من مجدلة، طبعا إذا معناها مريم من مجدلة معناها ليست مريم اللي في بيت عنيا هون، مريم أخت مين؟ أخت مرتا وأخت لعازر، لأنه مريم أخت مرتا وأخت لعازر كانت من هنا بيت عنيا، بيت عنيا على جبل الزيتون، أو مصففة الشعر، ولكن الأثبت أنه مريم من مجدلة في الجليل. طبعا اللي بقوله الكتاب المقدس أنه المسيح قدس الزواج، أول معجزة قام فيها يسوع بمناسبة زواج، زي ما بنقول بالعربي الدارج حتى الناس ما ينفئسوا، برضو بستفيد من المناسبة أقولكم قديش غلط عند إخواننا اللي برفضوا شرب الخمر نهائيا. طيب هاي المسيح مش بس شرب الخمر بل حول الماء إلى إيش؟ إلى خمر في عرس قانا الجليل. فلسه بدون مؤاخذة مرات بتقولوا لي هذول بيفسروا الكتاب المقدس، فبيفسروا صح. بيقول لك لا المسيح لم يحول الماء إلى خمر بل حوله إلى عصير عنب غير مخمر، وهذا كلام غلط. لأنه شو هي الكلمة اليونانية؟ إينوس. خليني أسألكم سؤال بريء جدا، شو معنى خمر أو نبيذ باللغة الإنجليزية؟ واين بالإنجليزي، باللاتيني فينوم، اليوناني إينوس، نفس الكلمة إينوس. فاين بالألماني، واين بالإنجليزي، فينو بالتلياني، ياين بالعبري. بلاش ما تزعلوش. شو كانت الكلمة بالآرامي؟ حمرة. شو يعني حمرة؟ يمكن مش من اللون الحمار، حمراء يعني المخمر، يعني العصير المخمر. إذا من المؤسف جدا إذا إنه ملايين من البشر ماشيين على تفسير خطأ للكتاب المقدس. وهلا الأمريكان خصوصا الأمريكان اليهود بدهم يقولوا لنا إنه المسيح كان متزوجا. على كل حال كيف؟ في كان في الزمنات في فيلم لدان براون شفرة دافينشي، ما هو ماخده من كتب قديمة. هلا بدنا نشوف شو الموجود بالكتب القديمة، ولكن حبيت أولا إنه نرجع لوين؟ لوين نرجع؟ للإنجيل المقدس كنتيجة حلوة لحياتنا الروحية إنه تتغير حياتنا. كيف كان في بعض من أولئك النسوة كانت حياتهم غير جيدة؟ عندما تعرفنا إلى المسيح كل حياتهم انقلبت والشر انقلب خير. هل إحنا المسيحيين نتحول من الخير إلى الشر ولا من الشر إلى الخير؟ هل إحنا مسيحية الأراضي المقدسة فلسطين سائر الشرق الأوسط، هل إحنا قاعدين ننتقل من قلة أو من إيمان قليل إلى إيمان أكثر ولا من إيمان كثير إلى إيمان أقل؟ يعني اللي بشوف، ولا بديش أقول إشي ثاني، إنه مفروض زي النسوة
إنه تتغير حياتنا إلى الأفضل مع المسيح، خصوصا إنه المسيح أتى لتكون لنا الحياة وتكون لنا أوفر. هلأ بدنا نيجي بسرعة حتى نعطيكم طبعا المجال زي دائما للأسئلة للاقتراحات. لا هذا المخطوطة هاي اللي بقوله عنها، كان عندي رد في صحيفة القدس على هذا الموضوع. المخطوطة هاي أساسا أكم من سطر، والنص مش كامل، يعني مش معروف عن مين بحكي، مش مذكور إنه الكلام مثلا عن مريم المجدلية. هلأ في كلمة المخطوط، هذا المخطوط بيقول لك إنه يعود إلى القرن الرابع الميلادي. طيب المسيح لا حكى قبطي ولا الرسل ما كتبوا باللغة القبطية، اللغة القبطية هي اللغة الفرعونية، ولكن بأحرف يونانية. طيب إذن هذا من نقول ليس مرجعا رسوليا، بما أنه الرسل وتلاميذهم يعني كتبوا إمتى؟ لحديث منتصف القرن الميلادي الأول، هذا من القرن الرابع. هلأ كلمة زوجتي، زوجتي هل هي ترجمة مضبوطة؟ أنا لا أعتقد، لأنه في محل تاني بسموه إنجيل فيليبوس، في محل تاني بيقول انه فلانة اللي هي مريم المجدلية كانت وما بيقولش كلمة، بيستخدم باللغة القبطية كلمة كينونوس. هلأ كينونوس هاي كلمة يونانية زي ما قلت لكم فيما يسمى بإنجيل فيليبوس فصل 59 جملة 10 إلى 11. عفوا كينونوس، يمكن تعرفوا كلمة كينونية يعني الشركة، معناها شريكة، بس مش شريكة في الحياة، شريكة في الأفكار، مرافقة. ليش مستحيل يكون معنى هاي الكلمة أو أي كلمة تانية اللي بترجمولنا إياها زوجتي مستحيل يكون معناها مرتي؟ لأنه زي ما نفس الباحثة كارين كينغ بتقول، كل هاي النصوص تعود إلى بدعة، بدعة يعني هرطقة، فئة منشقة اسمها الغنوصية. الغنوصية من اليوناني غنوسيس، غنوسيس يعني المعرفة، بدعة المعرفة. هذول كانوا يفكروا حالهم بعرفوا عفوا أحسن من غيره. بناء عليه هذول شو مشكلتهم؟ أو عدة مشاكل، عدة مصائب. المشكلة الأولى كانوا يقولوا إنه جسد الإنسان شر، إنه الله ما خلق جسد الإنسان، الله خلق بس روح الإنسان، نفس الإنسان، الجسد غير كائن خلقه، يعني جسد الإنسان بالنسبة لهم شر. ثانيا طبعا إذا جسد الإنسان شر معناه الزواج هي صار شر مضروب باثنين ولا لا؟ طيب الإنجاب خصوصا لما تجيبوا توم زي بعض جماعة، كيف الشر صار؟ يتكرر ويتضاعف، هي عندك أربعة أنت، يتكرر ويتضاعف إلى ما لا نهاية. حتى بالسحوري مرات بقول لك نقمات نقمات. انتوا فاهمين علي؟ اذا مستحيل يكون، حتى لو مذكورة كلمة زوجتي مستحيل يكون معناها ايش؟ الزواج كما نفهمه، بل ايش معناه؟ شريكتي في شريكة في الافكار، شركة وجدانية فكرية. هلأ في مصيبة تانية وانتوا قاعدين معكم خبر فيها، انه الغنوصيين هذول في إلهم كمان كتاب اسمه ما يسمى بإنجيل توما، في أقاويل منسوبة للمسيح. شوفوا شو بقول القول رقم 114 عن مريم المجدلية نفسها،
بيقول المسيح بيقول عنها سأحولها إلى ذكر، لأنه ما من أنثى تدخل ملكوت الله. طيب إذا بدك تحولها إلى ذكر كيف بدك تتجوزها بدون مؤاخذة؟ إذا بدنا نلحق العيار لإيش؟ لباب الدار. هاي منسوبة ليسوع طبعا، كل هاي كتابات منحولة. انتوا فاهمين علي؟ يعني قال له كيف عرفت الكذبة؟ قال له من كبر. طبعا في اشياء تانية بنهي كلامي حتى نعطيكم المجال للأسئلة. ايش منلاحظ في نهاية حديثي؟ منلاحظ طالما بدأنا في لوقا 8:1، بعدين طبعا رح نرجع للوقا 1:8 الأسبوع الجاي إن شاء الله، بقول عن مريم المجدلية، بعدين بقول عن حنة امرأة كوزة. هي من النساء اللي راحوا على قبر السيد المسيح صباح يوم الأحد، مذكورة أيضا في إنجيل لوقا حسب ما بذكر. هلأ مين كوزة؟ خازن هيرودس. سوسنة، حلو نعرف كلمة عن إشي، عن كلمة عن اسم سوسنة. في يمكن عندنا بنات بنسميهم سوسن. الكلمة هي فرعونية، شوشان. إذا أصل الكلمة هو فرعوني وانتقلت إلى عدة لغات. فبدنا نطلب من المسيح انه يحول قلوبنا الى زنبقة، الى سوسنة. وطبعا سوسنة الطهر وزنبقة الطهر مثالنا هي سيدتنا مريم العذراء بعد عفة السيد المسيح. طيب هلا في ناس بقول لك طيب يا عم الزواج مش شر. استعدوا انه الكاميرامان استعدوا، بس بدها تسحب معي كمان دقيقتين قبل ما تخلص البطارية، قصدي بطارياتي انا يعني. اذا بقول لك طيب الزواج سر مقدس، هل يعني هي مشكلة اذا كان لنفرض فرضنا جدلا انه المسيح كان متزوجا؟ بالنسبة لنا كمسيحيين، بالنسبة للعقلية المسيحية، لأخلاقيات الزواج المسيحي، فعلا الزواج سر مقدس على شرط أن يجمع فقط رجلا واحدا بامرأة واحدة. شكرا لإصغائكم، يعطيهم العافية، شكرا.